بسم الله، الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. كان الكلام فيما خلا عن وجه الشبه، وقسمه إلى 7 أقسام، وقال إما واحد حسي يعني أو عقلي، وإما بمنزلة الواحد وهو المركب حسي أو عقلي، وإما متعدد حسي أو عقلي 6، السابع أو مختلف. فقال الواحد الحسي، بدأ الآن في تفصيل هذه المعاني. قال الواحد الحسي كالحمرة، هذا أمر محسوس، الحمرة التي في الخد، الحمرة التي في الورد، لكن الحمرة من حيث هي، هذه كما ذكرنا هي نوع من الكلي، كالحمرة والخفاء، الخفاء، طيب، وخفاء الصوت يقصد، طبعا هذا في الأشياء المحسوسة ما يقصد الخفي من حيث المعنى، ولكن في لو قال الخفوت أحسن، خفوت الصوت أو نحو ذلك، والخفاء وطيب الرائحة مشموم، هذا مشموم. إذن عندنا حمر، هذا اللون يتعلق بالبصر بمحسوس وهو البصر، والخفاء أيضا الوسيلة المدركة السمع، وطيب الرائحة الشم، ولذة الطعم الذوق، وليل الملمس هذه باللمس، هذه هي الحواس الخمس فيما مر كما ذكرنا. طيب، هذا بالنسبة للواحد الحسي. بقي والعقلي، أي الواحد العقلي، أنه قال إما حسي، وكل منهما حسي أو عقلي. والعقلي كالعراء عن الفائدة والجرأة والهداية واستطابة النفس في تشبيه وجود شيء العديم النفع بعدمه، والرجل الشجاع بالأسد، والعلم بالنور، والعطر بخلق كريم. العقلي كان يكون وجه الشبه العراء عن الفائدة، وهذا في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه، هذا شيء كالعدم. ليه؟ لأنه عار عن الفائدة، هذا وجه الشبه، هذا عقلي. أو كذلك أيضا تشبيه الرجل الشجاع بالأسد، زيد كالأسد، زيد كالأسد، هذا في الجرأة، طيب، والجرأة عقلية. وكذلك العلم بالنور أي في الهداية، والعطر بخلق كريم، طيب، العطر تقول خلقه كالعطر، طيب، تشبه الخلق الكريم بالعطر في ماذا؟ في استطابة النفس، وجه الشبه هو استطابة النفس، إذن هو أيضا لف أشياء ونشرها، هذه كلها وجوه الشبه. العراء عن الفائدة هذا يعود إلى تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه، والجرأة هذا يعود في قولك مثلا زيد كالأسد، والهداية في قولك العلم نور أو كالنور، والعطر بخلق كريم حينما تشبه العطر بخلق شخص كريم، أو العكس، يعني حينما تشبه الإنسان أو خلق إنسان تشبهه بالعطر، تقول خلقه كالعطر، أي في استطابة النفس، هكذا يبدو. طيب، ثم قال هذه الآن، إذن الآن طوينا 2 من الوجوه، الواحد الحسي والواحد العقلي، بعد ذلك الثالث المركب الحسي. المركب الحسي فيما طرفاه مفردان، كما في قوله، قول الشاعر: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. وقد لاح في الصبح الثريا، الثريا نجم في السماء، عدد النجوم التي فيه أو عدد أفراده 7 وقيل 6، أنا ما أدري عن الهيئة المعاصرة ماذا تقول، لكن في الزمان القديم بعضهم يقول أنها 7 وبعضهم 6، مع أنها هي مرئية، والأقرب أنها 7.
وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى. يعني الآن الثريا حينما تكون في الظلام يكون الشكل مختلفا. الآن هذه صورة الثريا في الصبح. يقول كعنقود ملاحية حين نور تبدأ تبيض شيئا فشيئا، لأن الصبح طلع. فهو شبه الآن الثريا حينما يأتي الصبح كعنقود ملاحية حين نور. ملاحية هذا نوع من العنب الأبيض الطويل، يقال ملاحية وملاحية، لكن في الشعر هنا لا ما يستقيم كعنقود ملاحية، لا بد من التشديد، هذا من الطويل. يقول الآن بالنسبة لوجه الشبه، طبعا طرفان مفردان الصبح والثريا. قال من الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة، نحن الآن في المركب الحسي والطرفان مفردان، من تقارن الصور البيض المستديرة الآن، لأن الثريا كعنقود العنب، و العنب الآن أشياء مجتمعة وتلك أشياء مجتمعة. يقول من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في المرأة على الكيفية المخصوصة أيضا إلى المقدار المخصوص، هنالك حجم محدد للثريا حينما نراها وكذلك العنب. ويعني دائما التشبيه فيه ذكاء لأن فيه خيالا، والذكاء معظمه خيال، وكثير من المعارف مردها إلى أو كثير من الإبداع مرده إلى الخيال. فانظر إلى هذا الشاعر كيف شبه الثريا بعنقود العنب حين نور، أيضا حين بدأ بالعنب الأبيض المستدير وحين نور العنب، لأن المراد يعني تفتح نوره وزهره. ثم قال وفيما طرفاه مركبان، قال بعد ذلك وفيما طرفاه مركبان كما في قول بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار من أثار الغبار بمعنى هيجة، والنقع هو الغبار، النقع والقسطل والقتام والغبار، فوق رؤوسنا وأسيافنا أي وكأن أسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هذا البيت لرجل أعمى وهو بشار بن برد، وكان أكمه يعني لم يرى شيئا، ولكنه استطاع في هذا البيت أن يصور هذا تصويرا ربما يعجز عنه كثير من المبصرين. ولكن كيف حصل لهذا الشاعر مثل هذه المعاني؟ حصل له بالوصف، بالسماع يعني، وصف له من قبل، وصف له الغبار، ووصف له الأسياف، ووصف له الليل، ووصف له النهار، ووصف هذه الأشياء كلها كانت مركوزة في ذهنه، نتج عنه بعد ذلك تشبيهات كثيرة، منها مثلا هذا البيت. فهو الآن يشبه الناس وهم في المعركة، يشبه الغبار الذي يثار فوق الرؤوس وفوق وكذلك الأسياف كأنها ليل تهاوى كواكبه، تساقطت الكواكب في الظلام. فهو الآن هي الهيئة الحاصلة هي هوي أجرام مشرقة مستطيلة، الأجرام التي هي من الكواكب متناسب من النجوم متناسبة المقدار أو متفرقة في جوانب شيء مظلم، وكذلك الأسياف حينما تلمع، الأسياف تلمع في الظلام، وهناك غبار يحدث ظلمة والأسياف تلمع هنا وهنا وتتقعقع أيضا. فكأن تلك الصورة أو ذلك الشكل كأنه ليل تساقط كواكبه. هذا معنى قوله من الهيئة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم.
نقف هنا ونتمم بعد ذلك درسنا إن شاء الله في ما طرفاه مختلفان. نعم، وإلى اللقاء إن شاء الله.